المقال قرب عندي هو ديال لي خويا الله يحفظك. هذا المقال هو صوروا ليه ديال اثبات النسب عن طريق الحق، خلصت عليه داكشي. المهم بلا ما ندخل التفاصيل لان الوقت ما مسامحش، حيت الشريط هو الوقت ديالو ما كافيش. صدر فيه واحد الحكم، هذا الحكم هو صوروا ليهم. ها هو او بدون موطن السيد محمد داسي والسيد حسن داوود اللي هو الاب ديالي، كاينو عليه استاذ اللباد هو عبد الرحمن اللباد. على اي هنا خصني ندير انا مقال سينافي، هو درته المقال السينافي خلصت عليه، يعني اصبح لي ها هو هنا المقال السينافي. صوروا ليهم مزيان، ها هو مقال السينافي قسم قضاء الاسره اثبات النسب عن طريق الاستلحاق المواجب طبقا للماده 142 143 147 150 157 158 160 161 162 ديوان الاسره. المرجع الميل بعدد 18 19 9 11 اثبات النسب ضد السيد داوود حسن ابراهيم زنقه 30 رقم 16 حي السلام نائب المحامي عبد الرقم اللفافي صدر بتاريخ 31 7 2012 عدد حكم عدد 193 جانب السيد الرئيس. تبع ما يمشي نقرا لهم بدوية باش يفهم. بناء على الحكم عدد 893 الصادر بتاريخ 31 7 2012 عن قضاء الأسرة بالأسفي والذي تسلمته بتاريخ 24 9 2012 بالميل بعدد 1819 عدد 9 على 11 لإثبات النسب عن طريق استلحاق من والد البيولوجي داوود حسب تبقى الموت مشار لها أعلاه من مدونات الأسرة. تفاصيل مذكرة دفاعية مسجلة بقسم قضاء الأسرة تحت عدد 867 12. وهنا غادي نفتح قوس هذه المذكرة، من بعد غادي نتكلم لهم وغنفسر لهم شنو فيها بس ثلاث صفحات. على أساس أن علم البيولوجيا هذه الأطروحة اللي حطيت كما كنقول الأصدقاء ديال الفيسبوك، كما كندافع عليها في الفيسبوك في العالم الافتراضي كندافع عليها في العالم الواقعي. هذه على أساس أن علم البيولوجيا أكد بأن الخبر وراثي أو الكود وراثي اللي كنقولوا له حنا المنصور البيولوجي لفصيلة الدم هو الذي يحدد هوية الإنسان وليس المعتقد. يعني المعتقد كيقولوا الإنسان ابن الفيلاش، لا ماشي المعتقد كيحدد الهوية أو اللغة. إنسان كيدوي العبرية أو لك كيقول له يهودي، لا العرق الدم هو اللي كيحدد الهوية. أو اللون كيكون أسود يقول لك لا راه إفريقي أو لا، لا الدم هو اللي كيحدد الهوية. أو الانتماء الجغرافي تفاصيل بطاقة الصنف الدموي. وبناء على منطوق الحكم القادم بعدم قبول الى اخره. المهم ها هو هنا السجل المهم هو هذا، هو كتاب السجل 300 رقم 1365، يعني مشى للسجل الاستئناف بتاريخ 5 اكتوبر 2012 365، يعني خصني رقم الارسال باش نقلب عليه غدا في الاستئناف. هذا الصندوق تخلص عليه 3500، يعني المسائل القانونيه، هذا العون القضائي. وغدا غادي نقول لكم المزيد على اساس ان المساله عندها علاقه بالملف ديال التعاونيه المغربيه التصوير، لان لقيت المحامي هنا كيقول عنده واحد الفرق بينه وبين حبار 11 سنه بينما هو الفرق 15 سنه. وهنا وبالتالي يبقى العارض محق في متابعه المحامي قضائيا من تهمه تزوير الحقائق لفائده زملائه المتورطين في ماساته وتشديد بدون موطن من ما يزيد عن 160 مليار سنتيم التعاونيه المغربيه التصوير الاسي نفى تعويضات والدتي واختي و 2800 عامله تفاصيل الشكايه عدد 7012 ديوان الوزير العام. هنا هاد الشهاده اللي تبت هي هذه شهاده الزياد، ها هي صور لهم حسن داوود، ها هي فرنسيه، ها هي حسن داوود زيد في 1955، ها هي 1955 باكادير، ها هي المركزي يعني اكادير. في الوقت اللي انايا زيد ها هي هنا في بطاقه الصيف الدموي عندي 10 شهر 5 1970، يعني 15 عام ديال الفرق بيناتنا انا وبا، يعني باستطاعة حمل امه. ممكن يقول لك زعما 11 عام بيني وبين ما يحملش امي، ويديك 15 عام راه يحمل امه مش عارف يحمل امي، على اساس ان الناس في الخمسينات كانوا كيتزوجوا غير ولا 9 سنين. هذه بطاقة الصنف الدموي ها هي او جروب او ريزيستريس فينوتيباج مونسو بيولوجي اللي كتحدد الهوية من الوالد البيولوجي كما اعترف بها هو شخصيا. وانا من بعد غادي نقول لكم جديد الاصدقاء فيسبوك، لان القضية كتعلق بالهوية اللي هي على اساسها كتوافق المستقبل ديالو ومستقبل ديال الميل ديال التعاونيه المغربيه التصوير. وتحيه بالتمازيغ هدايه للشرفاء اللي واقفين معايا في من وراء السيطره ديال الامازيغ، على اساس هذوك الناس لو كانوا ما كانوش كانوا القرشيين كنقولوا في كرب طيحه.